لمناقشة آخر تطورات انتفاضة تشرين ضد الحكومة وفسادها ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث العراقي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. مساء الخير. أهلا بك. وعبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان مرحبا بك. أبدأ معك أستاذ نظير، يعني أعداد الضحايا بارتفاع مستمر، لماذا هذا السلوك الدموي الذي ترتكبه الحكومة ضد المتظاهرين السلميين؟ نعم، يعني نحن نقول يعني أن كل إناء بما فيه ينضح، وحقيقة هذا النظام الحالي بني على أساس القتل، بني على أساس التصفية، بني على أساس إزالة الخصوم بالقوة وبالتصفية. لذلك يعني فمخرجاته من المؤكد ستكون مخرجات عنيفة، وأي من يحاول أن يمس ولو بشيء بسيط لسيادة هذا النظام سوف يقابله بالعنف والقسوة والقتل. ولو نلاحظ طيلة 16 عام، يعني منذ 2003 ولحد الآن، كل مخرجات هذا النظام كانت عنيفة. يعني لو استعرضنا كيف أنه قمع يعني بمساعدة الاحتلال للمقاومة العراقية، كيف تعامل مع التظاهرات السلمية في 2013، كيف تعامل مع تظاهرات البصرة والتظاهرات كثير من المحافظات، تعامل معها بالقوة لأنه هو هذه اللغة الوحيدة التي يعني يفهمها، ورموز هذا النظام لا تفهم غير هذه اللغة، لأنها ليس لديها القدرة على إيجاد حلول حقيقية تتجنب هذه المساوئ التي تحدث في البلد. لذلك عندما نرى الآن العنف الذي حصل خلال يعني الأيام الماضية كانت نتيجة طبيعية جدا لهذا النظام، بل ربما نتوقع الأسوأ من هذا لو أصبح التهديد يعني تهديد وشيك على سقوط هذا النظام. ربما سيستخدم كل وسائله في قتل من يتظاهر ضده. نعم. يعني الآن نحن نتحدث عن موضوع غاية في الأهمية، متظاهرون خرجوا لأسباب تعرفها الحكومة والقيادة العراقية الحالية، ورغم ذلك رغم إقرار الحكومة أستاذ دكتور قحطان، رغم إقرار الحكومة بما يطالب به الشعب العراقي وبأنه محق في هذه المطالب، إلا أنها تتعامل بهذا الحد من القمع والقسوة العالية. كيف تفسرون ذلك؟ وهل تتوقعون أن تستمر الحكومة في أدائها بهذه الطريقة؟ لأنها من قبل تعاملت مع التظاهرات في مرات سابقة بنفس الآلية تقريبا. أحياك الله العزيز، وحيا القناة، وحيا المشاهدين الكرام والضيوف. حكومة بغداد في التظاهر الأخيرة ثبتت للعالم أجمع أنها لا تعي شيئا بالمرة، وأنها جاهلة لأبسط إدارة الأمور والأزمات، لأنها أضحت في هذه التظاهرة بعد التظاهرة أنها مهلهلة للغاية. فهي تعرف جيدا أسباب التظاهرات كما ولا تؤدي واجبها، ولن تتجاوز الأزمة والمحنة والنواقص والقصور، ومع هذا تقتل المتظاهرين وتمنعهم الشهادة الشهيد. والحكومة الآن ثبت للقاصي والداني أنها في وضع غاية في الترجي. لذلك لا نتوقع أنها لا تفهم المتظاهرين ولا تقدم شيء ولا تقوى على أن تحقق ما وعدتها بالمرة، لأنها هي غير قادرة على أن تفي بوعودها، فضلا على أنها أساسا اتضح كان هي مسيرة. نعم. أستاذ نظير، دكتور قحطان يقول الحكومة في وضع غاية في التردي وأنها لا تقوى على تحقيق مطالب المتظاهرين. يعني رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ما وقع في ساحة التظاهر، بينما أعلن النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري أن هذه اللجنة ستكون منحازة لأنها بالأساس الحكومة متهمة بقتل المتظاهرين. إذن مع عجز الحكومة عن تحقيق مطالب المتظاهرين مثلما تحدث الدكتور قحطان، ما الغاية من تكوين أو تشكيل هذه اللجنة التحقيقية؟ أهي لكسب الوقت أم ماذا؟
نعم، هذا هو التسويف الذي تقوم به الحكومة. يعني من ناحية هذه الوعود الكبيرة التي أطلقها عادل عبد المهدي، من المستحيل أن يوفي منها ولو 10%. لماذا؟ لأنه الآن منذ الآن هم يتواصلون مع البنك الدولي لأخذ قروض جديدة لكي يوزعوها على شكل مبالغ على بعض الناس لتهدئة التظاهرات. هل هذا هو حل اقتصادي؟ هل هذا هو حل لمشاكل العراق؟ يعني أنت تحل مشكلة بخلق مشكلة جديدة؟ يعني هو يصدر المشكلة إلى الأمام. هذه الديون ستكون الأجيال القادمة ملزمة فيها، أو السنين القادمة سيكون الشعب العراقي ملزم بدفع فوائدها ودفع أصولها. يعني هذه ليست حل المشكلة. الأمر الآخر موضوع اللجان، يعني قد شبعنا لجان منذ تأسس هذا النظام من 2003 ولحد الآن. ما هي الحقيقية من تشكيل هذه اللجان؟ أخي الآن هناك مقولة خالدة أصبحت بالعراق تقول إذا أردت أن تميع شيئا ما وتضيع حقوقه شكل لجنة. شكل لجنة هذه ستأخذ وقت وستأخذ تحقيقات، وبالنهاية يعني ربما الناس المتضررين ينسون أمر اللجنة ولا تصفر على شيء. الآن مع تشكيل هذه اللجنة من أجل تميع القضية أو تضييعها، موقع ذي أرب ويكلي البريطاني يرى أن عدم معالجة المظالم في العراق التي دفعت بعشرات الآلاف للتظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة ينذر بتجدد التظاهرات وازدياد زخمها في الأيام أو في المرحلة المقبلة. يعني مع عجز الحكومة عن تلبية مطالب المتظاهرين كما تفضلتم، يعني هل تتوقع أن يزداد زخم التظاهرات في المرحلة المقبلة؟ أنا أعتقد هذا بل متأكد منه. يعني لو رأينا يعني التظاهرات التي سبقت تظاهرات يعني تشرين، كانت هناك تظاهرات لحملة الشهادات العليا، كانت هناك تظاهرات ل يعني موضوع إزالة العشوائيات، ومن قبلها يعني كانت تظاهرات البصرة، كان في خليط من الطلب يعني الخدمات وموضوع يعني معالجة البطالة. في هذه التظاهرات المواطنون لم يعني يأتوا بموضوع الخدمات ولا المطالبة بالخدمات. لماذا؟ لأنهم الآن أصبحت لهم قناعة راسخة بأن هذا النظام وليس الحكومة، هذا النظام غير قادر على تلبية أي شيء ولو حتى بالحد الأدنى. لذلك هم الآن رفعوا شعار إسقاط هذا النظام. حتى لو استبدلت حكومة عادل عبد المهدي بشخص آخر لن يتغير الوضع. هذا هو الحل. يعني التظاهرات كانت في عهد حيدر العبادي، تظاهرات كبيرة حدثت في البصرة، والآن في عهد عادل عبد المهدي نفس الوضع. وربما لو جاء شخص آخر بنفس النظام يتكرر الأمر، لكن هذه المرة تغيرت. الأمور ربما ستتجه إلى التصعيد بشكل كبير. دعنا نتوقف عند نقطة مهمة ادعتها الحكومة، وهو أن هناك جهات خارجية تقف وراء هذه التظاهرات. وبدأنا نسمع دكتور قحطان عن ما يمكن أن نسميه نظرية المؤامرة الآن، وفي الوقت ذاته تعلن الحكومة الحداد على أرواح هؤلاء الشهداء. هل يستقيم ذلك؟ كيف يمكن أن نفسره؟ هذه مهزلة ما بعدها مأزلة عزيزي. أولا إن كان هناك تدخل خارجي فالحكومة الحالية أساسا هي صنيعة القوى الخارجية، هي في الأساس مؤامرة على الشعب العراقي. وحصل الاحتلال وحصل الغزو وحصلت العملية السياسية وهذه الأحزاب التي تسلطت على شؤون العراق. اثنين، اتهام الشاب العراقي الذي هو في عمر الورود 16 سنة و 20 سنة بأنه عميل وكذا وطنية واللاواعي واللانتماء، مواطن من أهل مدينة الثورة يتلقى الرصاص بصدره عاري، خرج لمعاناة كبيرة، وأدرك هذا الشاب أن الخلل يكمن في العملية السياسية ذاتها، ولا يتم حلول ترقعية إلا بتحرير العملية السياسية. كيف يتم؟ هم عجزوا على إثبات أن هذه التظاهرات لا مذهبية أو طائفية أو أي طرف دولي آخر نهائيا. هل تعتقد دكتور أن الحكومة لجأت إلى هذه المسوغات كي تسوغ ما ستقوم به لاحقا مع هؤلاء المتظاهرين، ربما ترتكب مجازر أكبر من ذلك؟ أتمنى يكون الصوت واضح لأن في مكان حساس أتوقع التغطية يعني غير جيدة. المهم أن أطراف دولية خلفهم هو اتهام مهزلة، والأكثر من هذا ذاك أن الحكومة قررت بوجود خناصة غرب
في داخل بغداد تنقمص المواطنين وتنقمص الشرطة. طيب من الذي يتابع حول القناص الغرباء؟ هل المواطن المتظاهر الجوعان الذي ينادي بحقوقه؟ طيب أم الدولة المسؤولة عن دخول أي مسلح للعراق؟ طيب اسمح لي دكتور قحطان الخفاجي، أنتقل للأستاذ نظير الكندوري. مع إقرار الحكومة بوجود قناصة غرباء وأيضا يعني مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية قالت إن إيران سعت إلى اتهام التظاهرات بأنها تحاك من قوى خارجية، مع انتشار القناصة على أسطح المباني وقنص المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، هذا الأمر وهذه الصورة إلى أي مدى كشفت عن هشاشة النفوذ الإيراني في العراق؟ يعني النظام الإيراني يكرر آلياته في كل مرة وأيضا في كل مكان يتواجد به. يعني هذه موضوع القناصة وموضوع استهداف الناشطين، بل بعد ذلك ذهبوا لاعتقالهم في المستشفيات في البيوت، مشابه بشكل يكاد يكون نسخة طبق الأصل عن ما حدث في بداية الثورة السورية، وهي التي أججت الشعب السوري ووصل الحال إلى هذا ما وصل إليه. لذلك هم ليس لديهم وسائل غير تكرار هذه الوسائل. منذ اليوم الأول كان قاسم سليماني متواجد في بغداد، ومنذ اليوم الأول وضعت خلية أمنية لمعالجة هذه التظاهرات، وباليوم الثاني بدأنا نشهد موضوع القناصين وموضوع استهداف المتظاهرين. بمعنى أن يعني القوة الأمنية أو السيطرة الأمنية أو السلطة الأمنية في العراق هي مرتهنة للنظام الإيراني. وما هذه يعني الشخصيات السياسية كرئاسة الوزراء ولا رئاسة الجمهورية ولا البرلمان، ما هي إلا يعني كما يبدو أنها بيادق يعني تمضي بعملها وفق البرنامج الذي تحدد له إيران. ويدلل أيضا على أن هذا النظام ربما بهبة جماهيرية لأعمار تتراوح بين 15 إلى 20 كافية ربما لإسقاط هذا النظام. هناك أمر ملفت على أنه ليس قويا. نعم. هناك أمر يعني ملفت للنظر، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يتلقى رسالة من قائد فيلق القدس قاسم سليماني تدعوه إلى التراجع عن أي تفكير بتقديم استقالته. هناك يعني تصريحات أيضا من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي يقول إن هناك عمليات قتل وقمع وتقييد الحريات شهدها العراق خلال التظاهرات الأخيرة. البعض يرى أن جميع الحكومات هي مسنودة من إيران ومدعومة من إيران، هل هو تنصل أو محاولات للتنصل من المسؤولية أم ماذا؟ لا، أنا أعتقد أنه يعني نظام الإيراني يتعامل الآن مع عادل عبد المهدي كشخصية جديدة. ما هو الجديد في هذه الشخصية؟ أنه شخصية مهزوزة وليست قوية كسابقيها الذين كانوا في رئاسة الوزراء. ويعني تم تسريب هكذا أخبار بأن عادل عبد المهدي كان ينوي الاستقالة والتخلص من كل هذه المشاكل، لكن الاستقالة معناها يعني هناك ربكة ستكون في يعني في النظام السياسي العراقي. لذلك لم تسمح إيران بتقديم استقالته وأصرت على بقائه، بما معنى أنه هذه الحكومة برئيس وزرائها ووزرائها هي يعني تتلقى يعني أوامر من هناك إيران. هناك محاولات لإنقاذ حكومة عبد المهدي من قبل إيران. اسمح لي أنتقل بالسؤال لدكتور قحطان من بغداد. دكتور، هناك دعوات كانت من اللجان المنظمة لهذه التظاهرات للجاليات العراقية في مختلف دول العالم بالمشاركة في التظاهرات، وخاصة في 25 من هذا الشهر. ما أهمية مشاركة الجاليات العراقية في مختلف أنحاء العالم في هذه التظاهرات، وأهمية الرسائل التي يرسلونها للدول المقيمين فيها؟ سؤالي إن شاء الله حبيبي، حياك الله. نعم دكتور قحطان، سألتك عن أهمية أن يشارك أو تشارك الجاليات العراقية في دول العالم في هذه المظاهرات تلبية لدعوة اللجان المنظمة للتظاهرات في 25 من هذا الشهر. بالتأكيد أنه عندما تكون التظاهرات تعم العراق أجمع وهناك دعم شعبي عراقي للعراقيين في الخارج، يدل الرسالة واضحة للعالم أجمع أن الرغبة متكاملة من بين الداخل والخارج،
وبالتالي يدل على أن هناك قناعة عراقية شاملة جامعة بضرورة أهداف تحقيق أهداف التظاهرات. التظاهرات أنا في رأيي إن بدأت في بعض الشيء لبعض الخدمات، ولكن في الحقيقة هي قناعة عراقية كاملة على ضرورة تغيير العملية السياسية برمتها تغييرا حقيقيا حتى يتم تجاوز الإخفاقات، ولا هي الإخفاقات أساسا ناتجة بطبيعة الحكومة، بمعنى أن الحكومة ذاتها هي وليس هي جزء من الحل. إذا عندما تتسع القاعدة الجغرافية الأفقية للتظاهرات كما تتسع وتتعمق الدالة العمودية العمقية للتظاهرات تدلل على أن التظاهرات أخذ مداها الواسع عراقيا بشكل كامل، وبالتالي تكون ضغوطات كبيرة على الحكومة، وهناك يكون إلزام للمجتمع الدولي أن يستمع إلى مطالب شعب تظلم وظلم، وسيما أن آخر مرة ترامب زعيم القوى الأمريكية الأولى قال نحن خطأنا وأجرمنا في ذهابنا لحرب باطلة دعينا فيها حرب ضد أسلحة دمار الشمال في العراق. إذن كلها تتجه باتجاه حراك شعبي حقيقي، وعي شعبي حقيقي، وأنا أتوقع كمراقب ومتابع أن العراق مقبل على تغيير كبير جدا، ولكن بالتأكيد سهلا على إيران أن تسمح بكل ما تريد الشعب العراقي. إيران قد تذهب باتجاه آخر تضغط على محاولة إبقاء على عناصرها أو ما بنفسه خلال تفتح عشر عالم من خلال جزء واسع وكبير من العمليات التي أجرتها الإدارة الإيرانية خلال 16 عام لتكوين ترتيبة في العراق سياسية عسكرية أمنية تتوافق مع أهدافها، وبالتالي ستكون هناك حراك وحضور كبير إيراني في العراق. شكرا لك دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. ربما نذهب سؤال أخير للدكتور. نعم. سيد نظير، يعني لعل ما يتداول حاليا بين الصحفيين والإعلاميين العراقيين هي قائمة تضم أكثر من 300 شخص من العاملين في الصحافة العربية والدولية. هناك تحذيرات من قبل إعلاميين يعملون داخل العراق من أن هناك ميليشيات يعني داهمت منازل صحفيين وإعلاميين بغية تصفيتهم. إلى مدى ترى أن هناك ممارسات ربما ستكون مستقبلية للميليشيات من أجل التعتيم الإعلامي على الجرائم التي تحصل ضد المتظاهرين؟ والله أنا يعني أراقب الإجراءات الحكومية ضد الصحفيين وضد حتى من يحمل الموبايل ليصور التظاهرة، يعني أجدها يعني حقيقة مضحكة. نحن في عصر يعني هذه الإجراءات لو كان النظام يتبعها قبل 30 سنة أو 40 سنة لربما استطاع أن يطمس الحقيقة وما يحدث من جرائم. نحن الآن في يعني 2019، يعني لا يمكن أن جريمة ترتكب إذا لم توثق، وبالتالي يعني هذا الإجراء ضد الصحفيين ضد من يوثق الجرائم هذه ستأتي بأجلهم هم، يعني هذه الجرائم لن تطمس والفيديوهات ستتسرب ويفرجون أو يطلقون سراح من ثبت تورطهم ومواقع التواصل عجت بصورته يعني بفترات مختلفة للدلالة على أنه هذا هو جزء من عدم وهو القناص الذي كان يصيب المتظاهرين. هذه الإجراءات حقيقة الحكومية شكرا لك. الكاتب والباحث العراقي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.